خاصة في النصف الساعة الأول، حيث انتهج نزعة هجومية كادت أن تثمر بداية من الدقيقة الخامسة. مباركي في العمق، دراج بقوة، كرة اصطدمت بالعارضة. دفاع الشلفاوة مر بلحظات حرجة بعد ذلك. مباركي وجه لوجه لم يحسن استغلال الكرة، كان ذلك في الدقيقة 17. الشبيبة تواصل الضغط على دفاع الجمعية. حجي داخل منطقة العالماليات، يعرقل من طرف يوسف. الحكم نسيب دون تردد يعلن عن ضربة جزاء لفائدة شبيبة بجاية. ضربة الجزاء نفذها زرارة. غالم أحسن الاختيار وأخرج الكرة. نفس اللاعب زرارة في العمق لمباركي وجه لوجه، والتفوق لغالم. جمعية الشلف المنقوص من خدمات مسعود، وفي أول فرصة في الدقيقة 35 تمكن من الوصول لشباك سي محمد سيدريك بواسطة نساخ بعد توزيعه من زاوش الذي منح التفوق لفريقه خلال الشوط الأول. هدف دون رد. نفس النزعة الهجومية للشبيبة خلال المرحلة الثانية في الدقيقتين 56 و61، لكن دفاع الشلفاوة والحارس غالم أصر على إبقاء التفوق لصالحهم. نلعب الدقيقة 65. توتر الأعصاب بين لاعبي الفريقين أجبرت الحكم نسيب على طرد غزالي من الجمعية وقائد الشبيبة زفور. نقص عددي لم يؤثر على معنويات الشبيبة لتدارك التأخر في الدقيقة 74، عندما نجح أخيرا نياتي في تعديل النتيجة. هدف في كل شبكة. وكاد زرارة في الدقيقة 85 أن يسجل هدف الفوز لولا غالم الذي أخرج الكرة. رد فعل سريع وبنفس الكيفية تقريبا من البديل حدوش، لكن النتيجة لم تتغير وانتهت بالتعادل. هدف في كل شبكة.